وبعدين سلطان من الحقيقه من الجيل اللي عاصرناه كان له شأن كبير جدا في الفتره بتاعت الزمالك في السبعينات. تعرف الزمالك مر بفترات يعني ابس اند داونز كثيره، او في الستينيات كان له باع كبير قوي، جينا في السبعينات اول ثلاث اربع سنين النادي الاهلي كان متفوق، بعد كده هم ياخدوا كاس مصر. يعني الفتره دي يعني الزمالك خد في السبعينات خد ثلاث مرات كاس مصر، والاهلي خد خمس مرات دوري ابطال وكاس مصر مره واحده. فانا طبعا عاصرت اغاني في الفتره دي، فتره السبعينات كلها واوائل الثمانينات. هي اكثر حاجه بتميز غانم سلطان هي دماسه خلقه، وهي حقيقه في الملعب كان فير بلاي، ما كانش يعني مؤذي، برغم انه بيلعب مدافع، المدافع ده انت عارف لازم يكون طف بلاير، لعيب خشن، لكن حقيقه غانم سلطان كان حقيقه بيتمتع باخلاق عاليه جدا. عمري ما سمعته يعني مثلا بيتعدى على 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 زميل لي او على خصم لي بلفظ او باي حاجه جارحه. هي انا سعدت جدا بالفتره اللي عشناها معاه، كنا خارج الملعب اخوان اصدقاء زملاء، نلتقي بالليل، كنا انه الحقيقه في التوفيقيه في مكان كبير نتجمع فيه كلنا، مش عايز اقول لك النجوم كلهم، نجوم الزمالك ونجوم الاهلي. ف يعني هو حقيقه من نوعيه اللاعبين اللي خلانا دايما متواجدين في نادي الزمالك مع فاروق جعفر وحسن شحاته وطه بصري. عشنا ايام جميله، وكان لاعب طبعا من اللاعبين الاذكياء جدا. انا بشبهه بحسن حمدي لما كان بيلعب، ليه؟ كابتن حسن حمدي طبعا كابتن الكبير واخويا، لان هو برضه بيلعب بي بي بالفكر وبيلعب بالخطط، من خلالها يقدر ايه ما يبذلش مجهود كبير جدا وما يبقاش عنيف في اللعب، فتلاقيه دايما التغطيه بتاعته في اللعب. هو كان طبعا معاه في الفتره دي كابتن ممدوح مصباح، ومعاه طبعا بعد ابراهيم يوسف، وبعد كده محمود سعد، يعني الكباتن الكبار دول كلهم من غير الحقيقه يعني نقدر نعتبرهم اخواننا وزمايلنا. لكن حقيقه غانم من الشخصيات اللي انا سعيد جدا انه النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي وبرنامج المجري استطاع ان يلقي الضوء على امثال هؤلاء اللاعبين اللي احنا دايما الحقيقه لن ننساهم ونذكرهم بالخير. وان شاء الله علاقات النادي الاهلي وعلاقات نادي الزمالك ترجع زي ما كانت، قويه جدا، لانها هي يعني ثمره الكره المصريه عموما، ومن خلالها منتخب مصر هو الذي يستفيد في النهايه. وهذا هي قليل من كثير على كابتننا الكبير غانم سلطان. على ذكر الكابتن شطه، ده كان يعتبر من اللعيبه المميزه جدا اللي اكتشفهم هدي كوتي في وقتنا طبعا طبعا. وكان شطه يعتبر من الناس اللي بيعملوا المهام الخاصه، ممكن يبقى يعني ما اعرفش تشبيه بسيط بالنسبه للنادي الاهلي دلوقتي مروان عطيه، بس في فارق يعني. لا شطه كان بسم الله، فكان شطه يعني ايه الراجل ممكن يقوم لك باقصى الصعوبات يعملها، بيلعب مان ريزل. فقصدي اقول لك كان من ضمن الاكتشافات اللي فرقت في نتائج النادي الاهلي في السبعينات. هو ذكر هنا بقى الكابتن حسن حمدي، انا عاوز اذكر الكابتن حسن حمدي في حاجه. ان احنا لما كنا في منتخب مصر وكنا تقريبا في اثيوبيا في الوقت ده كاس الامم 70. فكانت ايه كان هيدي كوتي عطيله، بعد كده انا عرفت بقى منه عطيله ايه، يعني لو في لعيبه مثلا ايه هتلعب في الماتش مثلا، في لعيبه مش هتلعب من النادي الاهلي، كان ساعتها فيهم خمسه او سته مزبوط. كان معانا الكابتن مصطفى عبده والخطيب وزيزو واحمد عبد الباقي وفتحي مبروك. ما كانش معانا مين؟ زيزو ما كانش معانا. طيب يعني وفتحي عبد الباقي وفتحي مبروك وانا ومصطفى يونس وثابت البطل واكرامي. فمثلا لو لعيبه هتلعب ماشي، اللعيبه اللي مش هتلعب قعدتله بقى ورقه ان هم يتمرنوا هو يمرنهم تاني يوم. فانا بقى عرفت القصه دي، فانا قلت لفاروق جعفر والخواجه وحسن شحاته تعالى بقى ننزل معاهم نبوظ لهم التمرين. نبوظ له الورقه اللي هو ماسكها دي. من يومك يا اخي. نبوظ له الورقه اللي احنا ماسكها دي. فالمهم هو جاب دولت بقى، دول هو كان قايل لهم بقى، فكانوا يستنوا التمرين. طبعا احنا بقى لقينا موجودين. رغم ان احنا جايز كنا لاعبين قبلها بيوم. نزلنا بقى هو يقول يمين نعمل شمال.